الميك اب ارتست بقوا كتير جدا مع الاسف، ما بقاش الموضوع بناء على الخبره خالص او عن الـ 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 الدراسه، لا بقى اي حد. انا بعرف اعمل ميك اب لنفسي، فانا هعمل صفحه على السوشيال ميديا اسهل حاجه، وهجيب شويه حاجات كده كوبي وشكلها زي الاوريجينال بالظبط، وهقول ان انا ميك اب ارتست، وهجيب اي بنتين من قرايبي اعمل لهم ميك اب وانزل صور وانا بقيت ميك اب ارتست. البقعه الجلديه اللي هي متصور الكوافير او البيوتي سنتر او مركز التجميل ان هو بيزيلها للبنت، خصوصا لما بتروح قبل الفرح ولا اشيل لك البقعه اللي في جسمك، البقعه دي قد تكون بقعه ناتجه عن التهاب، قد تكون فطريات، قد تكون ورم. انا جالي ناس شعرها واقع، بقر 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 واقع خالص، مفيش في شعرها شعر، وجايه طب انا رحت عند واحده وعملت لي كذا، لا انت روحي الدكتور، انت محتاجه دلوقتي دكتور، مش محتاجه تجميل، محتاجه دكتور يعالج الماساه اللي حصلت لك. الانسان الوحيد المخول له في التعامل مع الشعر او بشره الجسم في اي منطقه باي تعامل هو الطبيب المختص في الامراض الجلديه فقط. تجميل الوجه علم ومذاكرة وخبرة، كما فنون العناية بالبشرة وفن تعلم شراء الخامات والأدوات الأصلية، فلا يجب الخلط بينها. مي عبد الرحمن، On E. أنا نفسي الناس تنتبه للي احنا شايفينه ده يا جماعة، لأن صحتك مهمة جدا. وطبعا الحاجات دي بالنسبة للبنت وللست بتبقى بتخليها عندها حالة التسابق في أنها تشوف تجيب مين ومين أحسن. فالسوشيال ميديا بقت داخل حياتك، كل الناس دلوقتي بتبيع أي حاجة خلاص على السوشيال ميديا، لكن انتبه لأنه مفيش رقابة، ما فيش منظومة تخضع لرقابة من الجهات المتعددة والمختلفة، سواء المتعلقة بقى بالصحة، سواء المتعلقة بالتراخيص المختلفة عشان يتأكد من هوية الأشخاص وإنهم بيمارسوا هذه المهنة عن احترافية. إنما كده كأنك بتتعامل مع شارع، واحد معدي فبتقول له تعالى يدي حقنة يعمل أي حاجة، وبالتالي هنا يموتك، مين هيحاسبه، مين هيسأله، كل ده بيؤذي صحة الإنسان حتى لو أنت اعتقدت أنها حاجات بسيطة، لكن هي مش بسيطة.